وينضم إلينا مرة أخرى الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، تحية لك مرة أخرى. وكنا نتحدث منذ قليل عن تدريب القيادات والجهاز الإداري للدولة الذي يتزامن مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو الجمهورية الجديدة. وبالحديث عن الانتقال للعاصمة الإدارية وانتقال استعداد معظم الوزارات للانتقال هناك، يعني كيف ترى جهود الدولة تحديدا في مجال الملف الرقمي؟ طبعا يعني احنا كنا نتوقفنا عند التحول نحو الحكومة الإلكترونية. فالعاصمة الجديدة يعني زي ما احنا دايما بنستخدم عليها مصطلح مدينة ذكية. مدينة ذكية معنى انها التحول الرقمي فيها بالكامل. سوف يتم الاعتماد على الأنظمة الآلية والتكنولوجية بشكل كامل. طبعا يجب ان يتم فيها القضاء على العشوائيات او على نظام انظمه الطوابير اللي كانت يعني والترهل اللي كان في المؤسسات الحكوميه او الاجهزه الحكوميه السابقه. وبالتالي طبعا استخدام النظام الانظمه الالكترونيه الحديثه محتاج موظفين حكوميين شباب مؤهلين على درجه عاليه من الخبره والكفاءه، سواء في التعامل مع المواطنين وحتى الافرع او مكاتب الوزارات التي تتعامل مع المستثمرين وخلافه. يجب ان يكون لدينا مجموعه من الموظفين على درجه عاليه من الكفاءه، لان هو ده الجهاز الاداري الجديد الذي سوف تعتمد عليه الدوله المصريه في الجمهوريه الجديده. طبعا مراحل التدريب ورفع كفاءه الموظف طبعا هي اكيد هتكون مراحل صعبه جدا يعني، وهتحتاج ويتم وسوف تحتاج فترات وفترات، لان تاهيل الموظفين عدد كبير من الموظفين الموجودين في الدوله المصريه اكيد هيكونوا محتاجين على اكثر من مرحله وعلى اكثر من برنامج سواء في الوزارات المختلفه، بالاضافه الى ان يعني ان زياده التدريب ليهم هيكون هيترتب عليه مزيدا من احنا قلنا رفع كفاءه الجهاز الاداري، وفي نفس الوقت حتى يعني هيكون المصاريف اللي هي مصاريف التشغيل للوزارات والهيئات الحكوميه المختلفه دي اكيد هتنخفض بشكل كبير، لان كلما تحولنا رقميا اكثر كل ده هيؤدي الى تنظيم خدمه للمواطن اكثر كفاءه ومفروض تكون تكلفتها اقل. دكتور كريم، ايضا البرامج الاجتماعيه التي يعني اتخذتها الدوله خلال الفتره الماضيه، الجانب الاجتماعي هو يعني احد الوجوه الهامه في الاقتصاديات العالم، كيف يمكن او كيف اسهمت هذه البرامج الاجتماعيه في دعم اقتصاد الدوله المصريه؟ يعني دعونا نتفق على ان البعد الاجتماعي هو جزء اساسي بل جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي. لا يمكن لنا أبدا أن نسير في خطوات إصلاح اقتصادي بدون أن نراعي البعد الاجتماعي، وأن يكون لدينا برنامج اجتماعي يمشي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، لأن طبعا يعني فكرة الدعم ودعم المحدود الدخل ودعم الفئات المهمشة هي جزء لا يتجزأ وأنه جزء أساسي من الإصلاح الاقتصادي. عشان كده احنا شفنا أن كان في لدينا عدد من البرامج برامج التحول، الدعم، تقديم الدعم بشكل نقدي زي تكافل الكرامة، بالإضافة إلى برامج أخرى مثلا بتستخدم وقت الأزمات زي دعم العمالة الغير منتظمة اللي حصلت في 2020 على 5 دفعات، إحصاق منحة للعمالة الغير منتظمة. طبعا كمان يوجد فوائد أخرى لهذا النوع من البرامج، إنك أنت بيبقى عندك بيانات أكثر دقة وعملية حصر شاملة للفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا، وبيبتدي مصاحب للدعم كمان بيكون نقول عليه دعم مشروط، وده المهم. أنت مش بتدعم وخلاص أو بتدعم بدون شروط، ولكن يجب أن يكون دعم مشروط بالاهتمام بصحة الأطفال وبالتعليم وبرفع من مستوى الكفاءة والمهارات، لأنك أنت بتدعم المواطن بشكل محدد علشان تخرجه من دائرة الفقر وتوقفه على رجله، ومن ثم أيضا بتكمل في دعم مواطن آخر وهكذا. كمان كان لدينا برنامج أو مبادرة الكبرى، المبادرة العملاقة حياة كريمة، دي طبعا وهي بعد اجتماعي آخر علشان تقدر ترفع جودة حياة مواطنين يمكن أكثر من نصف عدد سكان الشعب المصري. وبالتالي أنا زي ما بقول إنك أنت كلما مشيت في خطوات الإصلاح الاقتصادي ومع إعادة ترشيد بنود الموازنة العامة وإعادة هيكلتها بيبقى عندك موارد تقدر توجهها للإنفاق على البعد الاجتماعي.
دكتور كريم، ايضا يعني عايز اسالك عن توصيه من التوصيات التي طرحتها دكتوره رشا راغب اليوم في كلمتها في جلسه تخريج دفعات الاكاديميه الوطنيه للتدريب، متعلق بمجلس اعمال مشروعات افريقيا بيجمع رواد اعمال ورجال اعمال. فكره رياده الاعمال سواء على المستوى المحلي في مصر او المستوى الاقليمي او الدولي، رياده الاعمال إلى أي مدى يمكن الاعتماد على رواد الأعمال في اقتصاديات الدول؟ يعني طبعا يمكن تلك الفكرة بتحمل يعني شقين، أول شق فكرة ريادة الأعمال، ويمكن أن البعض يعني لا يعني يمكن البعض لا يعلم الفرق بين ريادة الأعمال وبين المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. طبعا المشاريع الصغيرة والمتناهية دي بتبقى مشاريع سبق ان تم تنفيذها او تكرير لمشروعات سابقه او افكار سابقه، ولكن رياده الاعمال بتكون فكره جديده، يعني يمكن اساسها ان هي رياده الاعمال بتكون فكره جديده، ابتكار في فكره ويتم تحويلها الى مشروع تجاري ومربح. طبعا نحن نبحث عن رواد الاعمال ونبحث عن الشباب المبتكر المبدع، طبعا لان انت عندما تتبنى رياده الاعمال وتتبنى الافكار الجديده هو ده الافكار او المشاريع البناها اللي تقدر بتكون مشاريع صغيره نقدر نكبرها ونصنع منها مشاريع تجاريه عملاقه. يمكن كل المشاريع وكل الافكار اللي هي اصبحت الان تمثل شركات بتصل قيمتها الى مليارات الدولارات زي وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك واتساب وخلافه، كل دي كانت في البدايه هي عباره عن فكرة ريادة أعمال. ولذلك إحنا هنا يعني إحنا كنا دايما بننادي وابتدينا في الفترة الأخيرة نرى انعكاسات ده بالتحول نحو يعني تحسين مخرجات السوق من التعليم، يعني يجب أن تربط التعليم باحتياجات السوق باحتياجات العصر، ليس فقط السوق ولكن أيضا احتياجات العصر. شفنا جامعات تكنولوجية، شفنا التوجه نحو التعليم الفني التكنولوجي المتخصص، كل دي الأفكار، وكل لما تحسننا في مستوى التعليم كل ما أنتج عنك شاب جديد، جيل جديد من الشباب القادر المتعلم الواعي اللي يقدر يعني يقدر يبدع ويفكر ويصنع لك أفكار جديدة. الأفكار دي عن طريق عندما تتبناها الدول أو تتبناها الأجهزة المعنية تقدر تصنع منها مشاريع كبرى عملاقة. تبقى فكرة التمويل يا دكتور كريم، تمويل هذه المشروعات يعني أو ريادة الأعمال، من ضمن الطرح ما طرح اليوم من مجلس الأعمال المشروعات الأفريقية إن هو يكون منصة للتواصل ما بين الشباب وأفكارهم وإبداعاتهم وما بين العرض والتمويل، يعني توصيل الشباب بفرص أو يعني مصادر التمويل دي مسألة يعني في غاية الأهمية. يعني كيف يمكن الاعتماد على منصة كتلك المنصة في مسألة التمويل؟ يعني طبعا احنا زي ما بنقول دائما ان التمويل مهم، ولكن طبعا ليس اهم شيء، يعني اهم حاجة الفكر والبحث والابحاث والدراسات والعلم والابتكار، ومن ثم ياتي في المرحله الثانيه التمويل. فاذا كان لدينا شباب واعي وقادر ومتعلم ومثقف ونتيجه الابحاث والدراسات والاستخدام الادوات الجديده للبحث العلمي نقدر نصل الى افكار جديده، ومن ثم نبتدي نبحث عن التمويل. وهنا بقى نقول ان التمويل هو يجب ان يبحث عن هذا الشباب المبدع المفكر، يعني احنا مش عايزين الشاب هو او رواد الاعمال هم اللي يبحثوا عن التمويل، ولكن التمويل هو اللي يبحث عنهم ويبحث عن الافكار الجديده، بشرط انها تكون افكار وابتكارات يعني ممكنة التنفيذ على أرض الواقع، ونقدر نحولها إلى مشاريع تجارية، نقدر نحولها إلى سلع ومنتجات، نقدر نحولها إلى خدمات يحتاجها المواطن ونقدر نسوقها وخلافه. يبقى بالتالي أنك أنت تحاول بقدر المستطاع أن تكون صناديق التمويل أو مؤسسات التمويل المختلفة تبتدي تشتغل مع أو تبتدي تبحث عن المواهب في هذا المجال وفقا لتصوراتها وفقا لأولوياتها. وبالتالي طبعا إذا كان لدينا يعني عدد يعني معقول أو أجيال من رواد الأعمال والمبتكرين والمخترعين والمبرمجين بمختلف تخصصاتهم، سواء مبرمجين تطبيقات الكترونيه او مبرمجين العاب، نقدر يعني نقدر عن طريق تلك الصناديق التمويل اللي المفروض ايضا كل مؤسسه ماليه وكل بنك وكل شركه كبرى او شركه تكنولوجيه يكون لديها صندوق لتمويل هذا النوع من الافكار او من مبادرات الشبابيه او مبادرات رواد الاعمال، اكيد ده هيكون ليه انعكاسات جيده. أخيرا دكتور كريم العمدة، الحديث عن التغيرات المناخية ونحن بصدد يعني استضافة مؤتمر في نهاية العام الجاري عن الكوب 27 للتغيرات المناخية،
يعني مسألة معالجة أو مواجهة تداعيات التغيرات المناخية هي مسألة مكلفة اقتصاديا، ولكن من الناحية الأخرى هو له أيضا آثار إيجابية على الاقتصاد، فكيف يمكن تلافي يعني التكلفة الكبيرة لمعالجة التغيرات المناخية، وكيف يكون له أثر إيجابي على اقتصاد الدولة؟ طبعا احنا التغيرات المناخيه اكيد هتكون مكلفه، اكيد هتكون لها تاثير، وحته ان احنا يعني نخفضها ونتلافيها ده موضوع صعب في الفتره الحاليه، ولكن طبعا يعني احنا بنتجه مع العالم، الاتجاه العالم يتجه نحو الاقتصاد الحصري، العالم يتجه نحو البيئه النظيفه والتنميه المستدامه. طبعا التغيرات المناخيه احنا لازم نعمل عمليه يعني مقارنه بين اثنين، بين التكاليف الباهظه للتغيرات المناخيه وتلوثها، وبين تكاليف انك انت تتجه نحو الاقتصاد الاخضر. طبعا احنا سمعنا في جلسه الرئيس اول امس في جلسه التغيرات المناخيه لما تحدث قال ان الاقتصاد الاخضر اصبح يجب ان يكون اسلوب حياه، ان يكون هذا طريقك الى الاقتصاد، هو ليس رفاهيه ولكن اصبحت ضروره ملحه انك انت يعني تنفق انفاق او انفق جزء من الاستثمارات كبير او تزود بشكل مستمر حصه من الاستثمارات في علاقتها بالبيئه والمناخ وخلافه. طبعا يعني الدوله المصريه بذلت جهد في كده وانفقت عشرات المليارات، احنا زي ما شفنا واحنا عارفين طبعا ان في 80 مليار جنيه مصري تم انفاقهم على تطهير البحيرات وتطهير الترع والمصارف، علشان ده ليه بعد، ليه بعد انك انت بتحافظ على البيئه، والحفاظ على البيئه ده معناه مزيدا من يعني المواطنين الاصحاء، بالتالي انك انت في حاله اهمال هذا الجزء او هذا البعد من تنميتك الاقتصاديه، فاكيد لو كان لديك مصارف ملوثه وهينعكس على الانهار وينعكس على الموارد المائيه وينعكس على التربه وعلى صحه المواطنين، وهنا هتكون تكلفه انك تتلافى ذلك فيما بعد هي تكلفه باهظه جدا. وبالتالي احنا عندما نتحدث عن التغيرات المناخيه يجب ان نضع في الاعتبار طبعا ان مصر والدول والاسواق الناشئه وافريقيا بصفه عامه هي احنا ليس مساهم في تلوث العالم، وعشان كده احنا بنشوف ان الجلسه دي اللي كانت في مؤتمر الشباب هي رساله الى العالم، هذا ليس شان داخلي ولكن هي رساله عالميه، لان احنا لدينا عدد من الملفات نقدر نقول عليها ملفات محتاجه تكاتف عالمي، ويمكن الدوله المصريه بقت تلعب دور كبير جدا عن طريق قياده سياسيه واعيه ورشيده ان احنا بننقل الملف وبننقل الكره الى الملعب الدولي. قضايا الارهاب طبعا هو قضيه دوليه ليس قضيه محليه، قضيه ازمه كورونا وانك ازاي تعالجها ده محتاج مزيدا من التكاتف الدولي، وايضا قضيه المناخ طبعا من القضايا اللي ظهرت على الساحه في فتره التسعينيات مع تلوث المناخ وزياده ارتفاع درجه حراره الارض، ومع توقعات ان الدول المطله او المشاطئه للبحار ان هي هيزيد فيها منسوب المياه، وبالتالي قد تنحصر اليابسه في بعض المدن وفي بعض البلاد، مقابل ان هي يعني هتزيد في مناطق اخرى نتيجه الجفاف والتصحر، وبالتالي ده ملف في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره، مش عايز دوله واحده تقوم بيه ولكن محتاج مزيدا من التعاون الدولي ومزيدا من الاتجاه نحو التكيف مع المناخ ومزيدا من الانفاق والاستثمارات خاصة في مجال الطاقة. مجال الطاقة يمكن هو من أكثر القطاعات اللي هي نقول عليها ملوثة للبيئة أو بتزيد الانبعاثات الكربونية، احنا جينا عليه يعني احنا لو اتكلمنا عندنا في مصر طبعا الاهتمام بالطاقة المتجددة وزيادة حصتها من 20% هذا العام في عام 2022 إلى 40% من الشبكة القومية للكهرباء في عام 2032، ايضا بالاضافه الى التوسع في السندات الخضراء، السندات صديقه البيئه، بالاضافه الى يعني احنا هنا لما بنيجي نقول او نتكلم عن المدن الذكيه اللي تم اضافتها الى الرقعه العمرانيه في مصر، 14 مدينه ذكيه هي مدن ذكيه، فمن ضمن مواصفات تلك المدن انها صديقه للبيئه، لا تلوث ولا تلوث الارض ولا تلوث الهواء، وبتكون تحافظ على البيئه، كل دي طبعا معايير الدوله المصريه بتلتزم بيها علشان نخش على مؤتمر المناخ دولة يعني بذلت مزيدا من الجهد ومزيدا من الاستثمارات سواء الحكومية وأيضا تجذب وراها القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد المستدام. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي.